They say, oh my god, I see the way you shine. Take your hands, my dear, and place them both in mine. النهار انبلبلو هقص كنعقص القص احسن اكله كليت في حياتي. خليكم تكتشفوها من بعد الانترو. حنايا جينا احسن اكله كليت في حياتي اللي هي طنجيه. طنجيه ما غاديش نحتاجو الطاجين، سهله بزاف، غير هو خاصها الوقت في الفران حيت كطيب غير بالصاد، كطيب في العافيه بالصاد. خاصها طاجين بعدا وكطيب على 100 دغري سيليسيوس لمده ديال 4 سوايع تقريبا. لهذا خصنا الكتف ديال الحولي ايبول دانيو، واحد الكيلو تقريبا ولا جوج كيلو اللي عندك اللي قديتو تشريوه، واحد جوج حامض مصير الا كانوا صغار ولا وحده كبيره، واحد 14 راس ديال الثومه حيت الطنجيه كتبغي الثومه بزاف، 13 10 اللي بالكم. الا عندكم الزعفران شعره كتاخذوا غير واحد شويه وكتحطوه في كاس الماء بحال هذا لمده ديال نص ساعه باش يطلق. كمون، ملحه، زيت الزيتون، شويه الزيت او بابي الومنيوم. نبداو على بركه الله. كناخذوا اللحم ديالنا كندوروا عليه الثومه، ما استعملتيش 10 دراريوس ديال الثومه. كمون، شويه د الزيت، واحد جوج حامضات مصيرين صغيورين، انا درت ثلاثه، الزعفران ديالنا او الزيت بلديه. وما نساوش مليحه في التالي، غير شويه ديال الملح. ابخي ما قدينا الطويجين ديالنا كنشدوه وكنغلفوه بابي الومنيوم باش يشد الحراره يخليها لداخل. وها هو الطويجين ديالنا، غادي نديروه في واحد 100 دغري، ما بين 100 و 120 ماكسيموم، كنخليوه واحد 4 سوايع حتى يطيب بالمهل وكنرجعوا له كنلقاه ولا عسل. بقاو معنا ونرجعوا ابخي منين يطيب. تشاو. A few moments later. اما كلتنا وجدات غير معقول نزول هاد الشيء. بسم الله. وو احلى هاد الشيء كي داير. بسم الله. عرفتي هبيرة هي كتقيسها كتزول. يلا بالصحة والراحة وشكرا على المشاهدة، جربوا على حسابي شي حاجة واعرة. يلا بقاو معنا، تابونا وديروا جيم وكومنتير الى لاحظتوا شي حاجة باش يجيكم الجديد. راه ديما ديما كاين جديد، راني ديجا موجد بزاف الفيديوهات الهربة. يلا بسلامة.